اليوم راحين نتكلموا على تربية الدواجن اليوم تواجد معنا العيد نور الدين نرحبوا به مساء الخير سيدي مرحبا بك وبنا في حصة خيارات بلادي مرحبا بكم نشكركم على الاستضافة احنا نشكرك على قبول الدعوة الأستاذ ممكن. مشاهدين مشاهدينا الكرام راح نشوفوا هذا ار بعد هذا ار نعود لحوار ونقاش هذا الموضوع الجاج كان يدير 32 33 فرق من 32 حتى ولا يدير دركا 45 بلا 48 فيدي صافي في نص وفايت نص تاع السومه زايده كنا نخدموا كوانتيتي كبيره بفايده قليله بصح الفايده كاينه دركا الكوانتيتي هذه راحت ما احناش نخدموا فيها الاخ نخدموا 100 دجاجه 100 دجاجه وما تمشيش 100 دجاجه نجيبوا فيها يومين صافي والفايده تاعها قليله ما راناش قاعدين نخدمو نص التجار ما غلقوا المشكل هذا كل راجع لارتفاع تاع الفلوس استاذ محمدي يعني احنا خرجنا للميدان عند الفلاحين وخرجنا كذلك للمواطن المواطن راهو يشكي ويقول لك الاسعار تاع اللحوم البيضاء راهي مرتفعه وكذلك المربي راهو يشكي انت واش على هذه النقطه بسم الله الرحمن الرحيم الاسعار المرتفعه في الاونه الاخيره هذه عندها ربما حوالي ست شهور هكذا تقريبا خمس شهور وهي اسعار مرتفعه هي عندها عده عوامل من العوامل هذه رقم واحد هي عندما قطعنا المعالقات مع اسبانيا مع اسبانيا كنا نستورد حوالي تقريب 60 حتى بالمئة من الصوص الامهات روبروشار اللي كنا نجيبوهم وكان عندنا منتوج وطني تقريب 35% يسمى المدة اللي ما جبناش فيها هذاك الصوص تاع الروبروم اللي تقريبا ثلاثة أشهر نعم. هذا كان التأثير تاعها خاصة في مواد أوت نعم. أوت هذا العامل الأول العامل الثاني هي الحرارة اللي خرجت تاع جويي أثرت بزاف على خاصة في الأمهات الصيصان نعم. كانت دارت روتار دو بونت دو كان شدة دو بونت اللي كانت داخل الانتاج دارت الروتار واللي كانت في الانتاج نقصت الانتاج نعم. هذه العامل الثاني والعامل الثالث هي الامراض امراض اللي راهي موجوده بكثره خاصه في هذه الاونه في هذا الشهر هذا اللي رانا فيه والشهر اللي قبل منه نعم. امراض راهي كبيره كان الوفيات يعني عاليه بزاف نعم. يعني وهذه الامراض منين هذه أمراض فيروسية تقريبا تكون موسمية خاصة يعني كي نخرجوا من شهر تاع الصيف مثلا ندخلوا البرودة شوية الخريف تبدا يبدأ منها الطيور المهاجرة وكذا الفيروسات أمر والفيروسات هذه معروفة معروفة هذه الفيروسات هذه عندها التلقيحات تاعها كاين عندها كاين اللي مخصوصين شوية مثلا كيما مثلا الاش 5 ناخذ تاعو مخصوص شويه له، اما نعم. الاخرين موجودين موجودين لكن الطريقه تاع التلقيح يعني كل واحد كيف المربي كيف عنده بروتوكول تاع التلقيحات تاعو نعم. هكذاك وكاين الامراض بزاف، هذا السبب اللي خلى خلى السعر آه تاع الدجاج يغلى وكذلك عندنا نقص في الصوص. نعم. في الفلوس هذا نقص، علاش نقص في الصوص؟ خاطرش حتى الكميه الموجوده الان تاع تاع الامهات الدجاج روبروشار راهي ناقصه بالبزاف هذه كاع هذه هذه كاع العوامل اللي دات للسعر تاع الدجاج اللي راه غالي هنا. هنا ولاتنا في الفلوس الفلوس اللي ما عندناش دوك الفلوس اللي راه قليل بالبزاف ديجا السعر تاعو راه 200 دينار نعم. راه غالي بزاف بزاف 200 دينار يعني هذا راح يزيد في التكلفه تاع الانتاج هذايا راه تزيد التكلفه بزاف للانتاج هذه 200 دينار بزاف 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 نعم. على المربي يستقام له الدجاج غالي بزاف نعم لو كان معصب لو كان مثلا السعر تاع الدجاجيه يهبط شويه ولا تكون عنده خساره الوفيات زيت واللي عنده خساره دوك حنايا ماذا بينا آه ان شاء الله آه نعوضوا هذا الكميه اللي ناقصه تاع الامهات يعني هم كاين كاين يعني زادوا في يعني الامهات الدجاج دوك انا نستوردوه نجيبوه من المجر نعم كميات تاع تاع لكن كما نعرفوا الامهات الدجاج ما عادش تدخل مثلا في شهرها نجيبوها صوص وتكبر حتى تقريب من من الصوص حتى يخرج الصوص تاع تاع الدجاج اللحم يقعد تقريبا من شهور سبعه شهور شويه نعم. باش يخرج معناتها التاثير هذا تاع السعر تاعو يكون في المستقبل ان شاء الله شكرا الله. سيدي مشاهدينا الكرام نروح نشوفوا ركن العياده البيطريه اخي الفلاح فيما يخص تربيه دجاج البيض من المستوجب انك تكون عندك شهاده طبيه كي تروح تشري الدجاجه تاعك لازم تشرط تكون شهاده طبيه لتضمن صحه الدجاجه تاعك كي نحطوا الدجاجه تاعنا العمر تاعها بالتحديد يكون فيما يخص التنظيف تاع العنبر لازم يكون ندار 15 يوم من قبل والفيت هو يعني انك تنظف الباتيمون تاعك قبل ما تحط الدجاجه باش نتفاداو الامراض اذا كان هناك مرض يعني امالادي كييتي أو في التربيه اللي من قبل لازم نخلو الفيت لمده شهر فيما يخص البيضه اذا لاحظت ان البيضه تاعك راهي تتكسر بالخف يعني في من المستحسن تدخل البيطري. باش يعاونها بانابورون كالسيوم باش يكون عندنا بيض صلب لا كوكي تاع البيضه تكون صلبه وفي صحه جيده بالنسبه لصحه دجاج البيض يجب على المربي مراعاه شروط اللازمه باش يكون عندنا انتاج وفير تاع البيض وهذه الشروط تتمثل في درجه الحراره اللي هي ما لازمش تتجاوز 18 درجه وساعات الاضاءه اللي تبدا من 12 ساعه وتلحق حتى ل 16 ساعة لحد الأقصى أستاذ نور الدين يعني حنا نخرجوا للميدان عند المربيين انتم تخرجوا لعندهم ما تخرجوش لعندهم تعطوهم نصائح ما تعطوهمش نصائح حنايا عندنا انا اول انا درك انا ندير عملية تاع لانتيغراسيون نعم عندنا نخدموا الاعلاف نقوموا بالتربية عندنا مذبح حنا عندنا عدة شركاء من المربين تاع تاع الدجال اللي عندهم مداجن ندخلوا معاهم شركاء معاهم نعم هذو الشركاء عندي عندنا عندنا في الشركة عندنا ربعة بياطرة هما نعم. اللي يقوموا كل بيطري واش يقوم يعني بالنصح ب بالتلقيح بالمتابعه بكذا منا حتى نقصوا الحمد لله احنا يعني ما الموافيات ما عندناش الجهه تاعنا ما عندناش بزاف خاصه ولايه تيبازا نعم. ما عندناش الامراض بزاف بزاف لكن بعض الولايات فيهم الوفيات مرتفعه بزاف بزاف نعم. خاصه الشرق حتى في الوسط موجود نعم. موجود الوفيات بزاف عندنا متابعه تاع بياطيره نتبعوهم باش تكون نقلوا من الوفيات قدر المستطاع. نعم كيقول لك دفتر الشروط انت واش تقول لي على الدفتر؟ دفتر الشروط اللي تكلمنا اللي كنا درنا اللي تعاملنا مع درنا ورشات عليهم مع وزاره الفلاحه وكذا منا. حنا ما زلنا نطالبوا كفيدراسيون ما زلنا نطالبوا نعم بالاخر الشروط هذا واش دفتر الشروط؟ خاطش ما نشوفوش دوك الدجاج راه غالي. بس حملنا ربما ربع شهور ثلاثة شهور خمس شهور ربما يكون السعر هابط بزاف ما دورنا نقول نعود ونرجعه في المشكل يولي عزوف بزاف تاع الموربيين ويعاود السعر ويعاود يعاود يغلى ونعاوده من دار وجود في الصفر أنا حنا من كنا ضرب الأولى في الـ في الـ في الكنيفة كنا ضرب الأولى طالبنا وخدمنا مع وزارة نعم. الفلاحة دفتر الشروط هذا دفتر الشروط يعني هذا الدفتر الشروط يعني في الرحل في اللاحين هذا ها... دفتر الشروط واش راح يخدم جهتين نعم. جهة المربي وجهة المستهلك نعم. ل... 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 كي نحدوا الكميات مثلا تاع الأمهات مثلا احنا عندنا نحتاجوا تقريبا 5 ملايين ولا 5 ملايين تاع أمهات الدجاج في السنة حنا نجيبو حتى 6500 ولا 6500 هذيك ال... هذاك س... 6 ملايين ونص حنا نسحقو واحد 5 ملايين نجيبو حتى 6 ملايين ونص يعني امهات في السنه هذاك المليون ونص تقريبا هذاك زايد نخافو ربما تكون كاينه وفيات وكذا من هنايا نجيبو هذا كلش راح يدير السعر تاع الدجاج واللي ما يهبطش بزاف بزاف وما يطلعش بزاف بزاف نعم ستان يعني يدير ريكيلاسيون تعال تاع تعال... تاع تعال... تاع تعال... تاع تعال... تعال... الكميه تاع الصيصان اللي يكون يحتاجها المربي في الاخر، ما يكون سعر تاع تعال... تاع الصوص يعني تاع الفلوس غالي بزاف، وما يكون هابط بزاف، وما يكون في السوق تاع الدجاج آه مثلا في السوق تاع تعال... تاع الدجاج غالي، وما يكون هابط بزاف، يكون السعر حتى لو كان يكون يتغير في السنه، ما يتغيرش بزاف، يكون مقبول، سعر مقبول. كذلك انا ننبه النقطه تاع تاع لازم نعرفوا شحال يس... شحال الدجاج راه شحال يستقام للمربي شحال دوك دوك مثلا في الاونه دوك شحال يستقام الدجاج مثلا باش حتى يعرف المستهلك يعرفوا باللي هذا الدجاج هذا اللي ياكلوا مثلا غالي بصح شحال السعر دوك تاعو السعر تاعو دوك السعر المرجعي تاعه التكلفه تاعو يعني تستقام تستقام من 27000 حتى ل 28000 دوك دوك السعر المرجعي تاعو يعني احنا لو كان الصوص الفلوس هذا ينقص مثلا نص بالمئة مثلا يولي دي 100 دينار 10000 يعني نقدروا يقدر نقدروا نوصلوه يولي يوصل الدجاج للمستهلك حتى 40000 400 دينار م. وهو سعر مقبول بالبزاف استاذ نور الدين يعني كاين بعض المربيين يعني حبسوا تربيه الدواجن م. <applause> أنت واش تقول لنا؟ أه كاين كذلك كاين عدة عوامل علاش المربيين نقصوا. نعم. أولاً، أولاً كان كانت كان كان الصناعيين هذه تاع اللي يخدموا الماكلة تاع الجاج، كانوا يدعموا بزاف المربيين. نعم. كانوا يدعموا كي ولات التكلفة تاعو غالية بزاف كذا من نقصوا باش يدعموا الفلاحين. نعم. دعموهم كانوا يمدلوا يمدلوا الماكلة كريدي حتى وين يبيعوا. دوك هذه نقصت 50% بالمئة. هذا العامل الاول العامل الثاني هو الصوص الصوص كان يشري مثلا يشري 5000 مثلا يشريها ب آه 25 مليون حتى 60 نعم. 30 مليون 40 مليون دوك راهي 5000 راهي دير 100 مليون نعم يعني هذه ثانيك العامل اللي اثر بزاف فلاحوا والعامل الثالث هو الوفيات نعم الوفيات اللي خلاهم نقصوا بزاف المربي لكن راهم عاودوا رجعوا خاص السعر تاع الدجاج ما دام يبقى غالي يبقى كاين بزاف مثلا اللي اللي خدموا ما السعر تاع الدواجن كي يكون مرتفع يعني مستهلك ما يرجعش يستهلك فيه كثير باسكو الاسعار هي مرتفعه انا نهضر الاستهلاك ديجا في السنوات تاع ذو الاستهلاك تاع الدجاج نقص بالبزاف نعطيكم مثال كان الدجاج كان الدجاج كانت الناس عائلات كبار ولكن حق مثلا للبوشي ولا يقول له اعطيني دجاجه كبيره تاع 3 كيلو 4 كيلو يخير الدجاجه هذيك الشابه نعم. الكبيره دوك دوك, معظم المذابح اللي نعرفهم انايا نعم وعندنا مذبح معظم المذابح معظمهم يشري ولد الدجاج هذاك الكبير هذاك واش يديروا يديروا عمليه تقسيم غادي كوب نعم معظم دوك العائلات راهم يشروا الدجاج كيما يأكل اللحم يشروه مقسوم كاين اللي يحب لي كويس كاين اللي يحب سكالوب ما يقدرش يجري يشري دجاجه تاع 3 كيلو ثلاثة باسكو الاستهلاك نقص والنمط تاع الاستهلاك تبدل ماهوش نعم. كما, كما كان، بصح نعم. نقص الاستهلاك بالبزاف. يعني اللحوم الحمراء دوك راهي متوفرة، راهي عندنا في الأسواق، نعم. وراهي بأسعار معقولة. نعم. هل الأسعار تاع اللحوم البيضاء ترجع أسعار معقولة؟ اللحوم الحمراء نعم. إذا كثرت في السوق راح تأثر في 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 السعر في 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 تاع الدجاج في, نعم. في السوق. علاش تاثر عليه تتاثر عليه وتهبط علاش مثلا الحمي وصل مثلا 120 الف نعم مثلا الاسكالوب يلحق مثلا 90 الف ولا المستهلك يروح يشري الحم وما يشريش الاسكالوب تاع الدجاج هذا معقول مع, نعم. مع راح تاثر في الاسعار يعني تاثر على المربي تاثر على المربي نعم, نعم. بصح بصح السعر عند المستهلك راه يهبط نعم في الاستهلاك يكون هابط شويه ما يبقاوش ما يبقاش نفس السعر هذا نعم. اذا كثرت اللحومه اذا كثر اللحوم بالاسعار منخفضه راح تاثر في الدجاج نقولوا هاد المرضيين اه راهم جابوا الفلوس ام. وما نجحوش فيه فيه تعويض ما فيهش تعويض دجاج ما فيش تعويض نعم دجاج ما فيش تعويض يعني احنا على ابواب شهر رمضان ايه؟ والمستهلك راهو يشهد فينا كيفاش تكون الاسعار تاع اللحوم البيضاء في شهر رمضان انا شوف انا يا انسان انا ماذا بينا شهر رمضان شهر الرحمه ماذا بينا السعر يكون يتباع تاع الدجاج مقبول نعم مقبول اللي قبله يقدر يعني البروتين هو اللي رخيص بزاف يكون السعر تاعو هابط نعم مثلا كنت نتكلم البارحه مع الاخر مثلا يقدروا حتى انا حضرت مع للناس درنا اجتماع مع مع البريزيليين نعم ومع مع مع, مع الرؤساء ثاني باش نشريو عليهم الجاج اللحم والجاج المجمد نعم مثلا بريزيل مثلا كيما بريزيل استقام رخيص شويه هو السعر كيما كيما روسيا السعر تاعو غالي شفنا السعر يستقام غالي بزاف نعم. كيما بريزيل يعني اه استقام السعر هذاك ماذا بينا يسهلوا لهم يمبورتيو شويه في قبل من رمضان بيامات ولا يكون يجيبوا لنا شويه باش يكون الاسعار شويه هابطين يهبطين حتى باش الصوص ثاني باش يهبط استاذ نور الدين يعني الشباب راهم حابين يديروا التكوين تاع تربيه الدواجن كيفاش يديروا احنا هذه المره عندنا تقريبا واحد شهرين بحضور الوالي احنا كشركه فيها المربيين فيها كذا منا درنا اتفاقيات مع التكوين المهني في في دائره حجوط درنا اتفاقيه باش يبعثوا لنا يعني شباب باش يتكونوا في هذا الميدان راح ربما في الايام القادمه ولا الأشهر القادمه راح يجينا جماعه راح نعلموهم بالعقل ان شاء الله ونعطوا ونطل... من بعد نعطوا شهادات من عندنا ويزيدو ويزيدوا لهم شهادات من التكوين المهني باللي نعم. وكي يديروا التكوين المهني يلقاو العمل نعم. بهذيك الشهاده آه... شوف آه... يقدروا ي... يلقاو شغل يلقاو إلا نعم. كان انسان ما كانش هذه قاعده اي انسان يكون سوري في الخدمه نسبة النجاح تاعو تكون عالية نعم. في أي مجال يقدروا يخدموا في المذابح يقدموا يخدموا على الوحش يقدر في التربية لا في التربية يقدر نعم. في التربية احنا نربيهم أولا ك كمربين وندخلوا لهم بعض التقنيات نعم شغل تي ان تكنيسيان في نعم. الزو تكنيك يعني حاجة مليحة ايه وحاجة هي ايه يدي معلومات وزاد يتكون في 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 الاخر في فورماسيون في, في السونتر تاعو ويتكون <applause> يدي يدي خبره نعطولو كاع حنا واش عندنا واش نعرفوا نمدوا له عندنا الناس مختصين عندنا بياطيره عندنا كذا نعلموهم كاع الميدان ومن بعد هو يشوف اذا كان سوريا ثاني قلت لك كاع قضيه اي خدمه يتطلب بالسوريو اذا كان سوريو يدخل في الميدان قادر يدخل كعامل قادر يدخل كمنتج ديريكت مربي ديريكت يدخل يولي يخدم شكرا <applause> سيدي <السيدة. تصفيق> مشاهدينا الكرام راحوا شوفوا اسعار الخضر والفواكه ولحوم البيضه تحت الاسبوع يعني احنا خرجنا للميدان لقينا الاسعار تاع الخضر والفواكه اللي راهي موسميه الاسعار راهي معقوله ماهيش موسميه الاسعار تاعها مرتفعه اللحوم البيضاء وقتاش تكون الاسعار تاعها معقوله انا على حساب المعلومات اللي ربما راهم عندي انايا احتمال كبير يكون بعد رمضان ان شاء الله ومن بعد ربما تطول المده والسعر تاعو يكون هابط ان شاء الله استاذ نقولوا مربي راه ربا الدواجن وما نجحولوش يعني ما تولوا هذاك هذوك الدواجن اللي رباهم ما تولوا وراهم امن أم روحو هل آه. لا سيونس تعوض له تعوض له عندنا سرت كميات نعطيك مثال نعم. الله علم تبدا من 8% نعم. الوفيات تبدا من 8% الفو كاين تعويضات لكن طالبنا خطره التعويضه كي يكونوا امراض فيروسة يعني تكون الوفيات عاليه جدا. نعم. هذيك ربما طالبنا باش تكون يعوضونا من 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 الخزينه تاع الكوارث يعني فيها الاخر مثلا كيما الفيضانات هذه كي تكون معدل الوفيات عالي بالبزاف. نعم. خاطر باش لاسيرونس تموت لك يموت لك 100% صعيب شويه ويكونوا بزاف ما بزاف. انا احنا ماذا نطالبوا ان كي يكون عندنا وفيات كثيره بيان سور يجي يشوفوا ماهيش غير قال هكا بلسانك ولا يجي يشوف كي يكون وفيات مثلا 70% 80% 90% وتكون كميات كبار نعم لازم تكون تعويضات كما تعويضات تاع الكوارث شكرا سيدي على المعلومات والنصائح اللي قدمتهم للمشاهد الكريم وان شاء الله الاسعار تاع اللحوم البيضاء ترجع معقوله مشاهدينا الكرام كان معكم مصطفى تدريس في حصه خيارات بلادي هكذا ما بقى نقول لكم بقاو على خير نتلاقاو في عدد اخر بحول الله سلام